How are you today? Our subject today is irregular verbs. اليوم موضوعنا عن الأفعال الشاذة. ما رح نبلش بالأفعال الشاذة على طول، رح نتحدث عن كل الأفعال وندرج شوي شوي عشان نعرف أو يثبت عنا شو يعني irregular verbs، إيش يعني أفعال شاذة، ومين هي الأفعال اللي مش الشاذة عشان إحنا حددنا إنه في أفعال شاذة. أوكي، بالبداية في عنا الأفعال العادية باللغة الإنجليزية، وهي أفعال بسيطة سهلة لما نيجي نحولها من شكل الفعل الأساسي للماضي، بس منضيف إيدي، بس منضيف إيدي، وبتتحول من الفعل الأساسي لفعل ماضي بطرق بسيطة. ممكن يكون إذا انتهى الحرف أو انتهى الكلمة بإي ممكن نضيف فقط دي بما أنه في عنا إي، وممكن إذا انتهت الكلمة بواي نقلبها لحرف آي وبعدين نضيف الإي دي، وممكن إذا كانت منتهية بواي ومسبوقة بالأفعال سوري بالأحرف المتحركة الفاولز، أحرف العلة اللي هم A, E, I, O, U، هذول الحروف ما منغير بالواي إشي ومنخليها زي ما هي وبنضيف الإي دي، زي الأفعال الموجودة هون act اللي هو الفعل الأساسي أو المصدر الأساسي ومعناه يمثل أو يتصرف، acted نضفنا الإي دي، وبالتصريف الثالث بتكون زي ما هي. هلأ شو الفكرة هون؟ إنه إحنا بدنا نتحدث عن الأفعال كيف بتتحول بالماضي، يعني كيف الفعل بصير من present لpast، والإشي السهل أو المنيح بالأفعال الغير شاذة اللي هي المنتظمة، ومن اسمها منتظمة إنه هي بس منضيف لها إيدي سواء بالماضي البسيط أو بالماضي التام، يعني بالpast simple أو بالpast perfect، وهون حطيت أنا بالعربي ماضي أو تصريف ثالث وهم نفس المعنى. نيجي على add، بتصير added added agree agreed agreed، هون ما ضفنا e لأنه أصلا عندنا double e كمان، بس ضفنا d arrive arrived arrived. لاحظوا عندنا هون dry قلبناها ل i كونه الحرف الواي قبله حرف consonant، حرف ثابت مش من أحرف العلة، فحولناها ل i وبعدين ضفنا e d. hurry نفس الشيء قلبناها ل i بعدين حطينا e d. play هون لأنه حرف الواي بكلمة play بيسبق بال a وحرف ال a vowel، فحطينا خلينا حرف الواي زي ما هو ما قلبناه ل i وضفنا e d. لحد الآن الموضوع بسيط، ما في أي مشاكل، قاعدة معينة بنمشي عليها وما في أي شيء ممكن يخلينا إحنا نضطر إنه نحفظ الكلمة من دون ما نمشي على قاعدة معينة. تمام؟ في هنا عندنا example، عندنا ال base form الشكل الأساسي بيكون طبعاً بال present، they work every day عم يشتغلوا كل يوم. نيجي على ال past simple، she worked well هي اشتغلت منيح، ممكن نحط keywords yesterday أو whatever. والتصريف الثالث اللي هو الماضي التام past participle، you have worked all the day، you have worked all the day. ال past simple هون عندنا have plus verb 3 هي worked، طبعا مع you اجت have. اوكي، هلا نيجي على الirregular verb. احنا اليوم بدنا نركز على الirregular verb. اذا الirregular verbs الأفعال الشاذة باللغة الإنجليزية. خلصنا من الأفعال العادية اللي بتقبل تمشي على قاعدة معينة اللي هي إضافة ED مع شوية تعديلات بسيطة على الحروف وحكينا عنهم. اليوم رح نحكي عن الأفعال الشاذة. من اسمها شاذة يعني ما مشيت على قاعدة الED، يعني ما قبلت إنه يضاف لها ED، فما تنتهي بالED فاتغيرت الكلمة كاملة، وعشان هيك لازم نحفظهم. لازم شو؟ نحفظهم، ما في أي طريقة أخرى إلا أن نحفظهم. الحلو بالموضوع
إنه إحنا ممكن نقسمهم على فترة معينة يمس ونحفظ شوي شوي. أنت مش مجبور إنه بنفس اليوم تهلك حالك وتضلك تحفظ، لأنهم عليك عليك، فقسمهم بطريقة معينة. والحلو الموضوع إنه ما رح يجي غيرهم، هم يعني إذا أنت حفظتهم هلأ رح تستفيد بالصفوف الأخرى بالتوجيهي. هلأ أنا شو بدي أعمل لكم هون؟ بدي أقسم لكم الأفعال الشاذة لأربع أقسام، أربع مجموعات، عشان يسهل عليكم حفظهم. كل مجموعة فيها تشابه معين بالحروف أو بموضوع معين رح يتشابهوا فيه. عشان هيك كل مجموعة أنت بدك تمسكها لحالها، هيك أنت بيسهل عليك حفظها، وبتحس سبحان الله أي إشي أنت بتجزئه عليك بيسهل وبصير سهل عليك حفظه وسهل عليك تذكره بعدين. أول مجموعة أنا عملتها اللي هي consonant group. consonant group إيش يعني consonant؟ إيش يعني consonant؟ اللي هم الأحرف الثابتة، الأحرف الثابتة يعني الكلمات هون ثابتة ما رح تتغير. شفتوا قديش سهل الموضوع؟ أول مجموعة هي عبارة عن كلمات ما رح تتغير فيها إشي، رح يضلها هي بالمصدر تبعها بالverb 1 وبالverb 2 وبالverb 3. زي كلمة bet 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 معناها يراهن. cost كلفة السعر cost cost cost. heart يؤلم أو يؤذي heart heart heart. hit يضرب hit hit hit. let يسمح أو يعني بسمح له أو بيعطيه مجال let let let. red red معناها يزيل red red red. sweet أو sweat sweat اللي معناها يتعرق أو يعرق sweat sweat sweat. set يجلس set set set. put يضع put put put. split أو split يفصل split split split. okay now let's see the examples here. base form الشكل الأساسي the present. I cut the apple. I cut the apple. لاحظ هون أنا استعملت cut. and the past simple الماضي التام sorry الماضي البسيط اللي هو verb 2. my mother cut the cake yesterday. أمي قطعت الكيكة. لاحظ أن الفعل ما تغير الفعل. And the past participle, التصريف الثالث, she has cut the cake. She has cut the cake. لاحظ إنه ما تغير الفعل هون، مع إنه إحنا رحنا على الماضي، رحنا على الماضي. إذن هاي المجموعة ما بيتغير فيها إشي واسمها the consonant. هلأ بدنا نيجي على المجموعة الثانية. المجموعة الثانية اسمها the common past. The common past اللي هي مجموعة الماضي المشترك. إيش يعني ماضي مشترك؟ موضوع سهل وبسيط، يعني بتغير الفعل فقط بالثاني وبالثالث، يعني بالماضي البسيط وبالماضي التام. بالأول بيكون شكل معين، بالثاني بتغير، بالثالث بيكون زي الثاني. فهمتوا علي؟ ما رح يتغير بكل المراحل، بس بتغير ب verb 2 and verb 3. خلينا نشوف القائمة مع بعض. طلع منيح. هلأ في عنا هون المصدر، ورح نروح إحنا هيك، يعني هو جاي بالعكس مكتوب لأنه أنا كتبت هون بالعربي. فأنت لما تيجي تنقلهم على الدفتر عشان تحفظ، فأنت رح تحط verb 1, verb 2, verb 3. أوكي؟ هلأ send بتصير send sent. make made made. pay paid paid. say said said. لاحظ إنه بالماضي البسيط وبالماضي التام بيشبهوا بعض، بس إنه بالأول بس بيكون غير، بعدين بتغير هون. يعني لاحظ كيف المجموعة هي سهلة. think thought thought. stand stood stood. بدنا نحفظهم ولازم نحفظهم. نكمل. buy bought bought. tell told told. bring brought brought. lose lost lost. خلينا نشوف الإكزامبلز هير. في عنا زي أنا بعد كل مجموعة بحط مثال. البيس فورم الشكل الأساسي هون. can you help me to find my phone؟ تقدر تساعدني عشان ألاقي أو أجد تليفوني موبايلي. past simple verb 2 I found my phone. لاحظ كيف هو تغير بالverb 2. وبالverb 3 رح يكون
نفس الverb to. The past participle, my phone was found. My phone was found. بغض النظر عن القاعدة، إحنا هنحكي عن the past participle. أنا بحكي هون عن الأزمنة كيف بتتغير. يا هاي طبعا هذا الفيديو للخامس والسادس مع بعض، لأنه كل قواعدهم القواعد اللي جاية بتعتمد على هاي التصريف. أوكي أوكي، هلأ أنا بدي أوقف هون، راح أوقف هون، ما راح أبلش بالمجموعة الثالثة ولا المجموعة الرابعة. بدي إياكم تركزوا على المجموعتين اللي أنا حكيت لكم عنهم، وراح أبعث لكم إياهم PDF عشان تحفظوهم. أوكي، راح نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.